البداية مشاهدينا ومستمعينا من الأخبار السريعة الرياضية لهذا الأسبوع، حيث أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع المهاجم السعودي عبد الله الحمدان قادما من نادي الشباب، وتعتبر صفقة الحمدان هي أقوى صفقات الميركاتو الشتوي. وكان عبد الله الحمدان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه الشباب منتصف الشهر الجاري، حيث حاولت إدارة خالد البلطان بشتى الطرق الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية، فيما رفض اللاعب كل عروض الشباب. وكشف الهلال عن تفاصيل تعاقده مع الحمدان والذي يمتد لخمس سنوات مقبلة، حيث يبدأ من هذا الموسم لـ2021 ويمتد لخمس سنوات كما ذكرت، حيث وقع على العقود بحضور رئيس النادي نادي الزعيم فهد بن نافل رئيس النادي. جدد نادي النصر بقيادة الرئيس صفوان السويكت عقد لاعب النصر عبد الله العمري لمدة 3 سنوات مقبلة تبدأ مع بداية هذا الموسم. وكان العمري قد دخل الفترة الحرة في عقده مع نادي النصر قبل عدة أيام، التي كانت تتيح له التفاوض أو التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع لإدارة الأصفر العاصمي. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع تويتر تغريدة مرفق خلالها 4 صور من توقيع العمري بحضور الدكتور صفوان السويكت رئيس النادي. وقبل اللقاء المنتظر ليوم الغد، يستعد الهلال لملاقاة النصر غدا السبت في نهائي السوبر السعودي. وقام نادي الهلال بالتدريبات قبيل المواجهة على ملعب نادي الهلال وسط استعدادات كبيرة في التمارين. ويذكر أن الزعيم يحتل حاليا المركز الأول في جدول الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حيث فاز على التعاون في الجولة 14 بنتيجة 2-2 في مباراة أقيمت على ملعب الملز في الرياض. يسعى الزعيم لإنهاء الدور الأول من بطولة الدوري وهو متصدرا ليحصل على لقب بطل الشتاء هذا الموسم. على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الغريم التقليدي الهلال يوم الغد في كأس السوبر السعودي لهذا العام. النصر يبحث عن تحقيق الفوز على الهلال من أجل تعويض نتائج الفريق السلبية منذ بداية الموسم ومصالحة الجماهير ببطولة من المنافس المباشر للعالمي. ويحرص النصر مع نجومه تحقيق الفوز في السوبر السعودي وجعلها نقطة عودة لتقديم المستويات الجيدة. هذا وقد عاد نجم النصر حمد الله للتدريبات بعد عودته من الإجازة، فيما شارك معظم اللاعبين في التدريبات استعدادا للقاء الكبير.